بسم الله، ازاي هبدأ مشروع جديد على سيت انجن؟ هقول له فايل نيو، وبعد كده تبدأ تختار من الوزر الملف اللي انت هتبدأ تشتغل بيه، وبعد كده تقول نكست وتختار اسم المشروع اهو، واقول له فينيش. فيبدأ يعمل لي الملف اهوت، بس الفولدر دوت فاضي خالص، مفيش اي لقطات فيه، لان انت لو شفت اي مشروع من المشروعات دي هتلاقي ان هو موجود فيه اسيت، فيه رولز، فيه الحاجات دي كلها. فتقدر تيجي هنا وتقول له مثلا انا عايز ابدأ سينس، وتقول له انا عايز سيت انجن سيز. تقدر تختار الاسم، وتقدر ممكن تعمل سيرش وتختار مكان، فاقول له فينيش، فيبدا يعمل لي كرييشن. طيب ممكن مثلا الرولز دي تبدا تنقلها كده تحطها هنا، تمام. طيب خلينا دلوقتي بقى، ده مشروع جديد، تقدر ترسم الطرق زي ما انت عايز بالشكل دوت، وبعد كده تبدا تعمل سيلكت من خلال شيفت، وتقول له مثلا تقول انا عايز ابدا اعمل اساين رولز، تبدا تختار الرولز بتاعتك، وبعد كده تقول له جنريت، يبدا ينشرهم لي. دي الرولز اللي كانت موجوده، اية الابراج ديت. تقدر طبعا تاخد رولز من اي مشروع من المشروعات، تمام. تقدر تسحب وتحط هنا في الرولز لو انت عايز تنقل حاجه من مشروع لمشروع، صور، فيديو، مابس، اي حاجه تقدر تسحب. ده الستاندرد، ده البيلدينج مثلا، اهيت تروح حاططها في الرولز. تقدر تعمل سيلكت وتقول له الرولز انا عايز اغيرها مثلا لديت لديت زي ما انت عايز بالشكل دوت. تقدر تبدا بقى تعمل خريطه للمكان اللي انت عايزه، ده مش عايز ده من الجد. طيب لو عايز تخلص هتقول له مثلا عايز اعمل اكسبورت للملف دوت، او اكسبورت للموديل، او تعمل شير للملف دوت. تبدا تحدد السورس ويبدا مثلا يسيبه لك، تمام. تقدر تشوف الامتداد دوت وتقول له ده اللي انا عايز اشاره.